Good morning, good morning. نحن بليفربول نمنا هون، قضينا الليلة هون، سهرنا هون، عيدنا ديفالي مع بعضنا، واليوم معنات مير اوف ليفربول رح نقضي نهار رائع. طقس أنا بحبه كتير، شتى ماي عم بتكب من وين ما كان. رح نمشي من شارع لشارع، من بيت لبيت، من محل لمحل، ونعطيكم لمحة تيست اوف ليفربول. نهار طويل بليفربول ببلش هلا. واو سو اكسايتد. اسمع الصوت، it's winter time again. مرحبا، انا بهرام سعيد، انا اصلي من العراق، من بغداد، صاحب المخبز العراقي بليفربول. طلعنا من العراق من 2004 ووصلنا على استراليا العام 2008. من عام 2012-2013 لعند هالوقت نملك احنا المخبز العراقي اللي هو اول واقدم مخبز عراقي موجود بليفربول. نسوي أنواع الخبز والحلويات. إن جالية كبيرة، جالية عراقية وعربية لبنانية مصرية، يتعنون إن من مختلف المناطق للحضور هنا من أجل الطعم والمذاق العربي. ونحن اختارينا منطقة ليفربول أن يكون فيها المخبز العراقي، لأن أكثر جالية عربية موجودة، والجالية العراقية أكثرها أغلبيتها من إخواننا المندائيين والمسلمين والمسيحيين، كلهم العراقيين أغلبيتهم يتواجدون بمنطقة ليفربول وفيرتفورد. فاختارينا هذا الموقع وهذا المكان حتى يكون الأقرب إلى جالية العربية. رح نبلش من العراق، وجاب حسيت حالي رحت على بغداد. ان كان الخبز، ان كان القهوه وجيمر، معقول واحد يقدر يتروق ترويقه عراقيه باستراليا؟ دريم كوم ترو. تتذكروا هيدي القشطه العراقيه اللي هي جيمر، وال جيمر قهوه، مظبوط، والقهوه اللي هو الخبز، الخبز مثل الباتشويتي، يعني هو محمص شوي مثل البقلاوه بس بلا سكر، بحطوا عليه تشيره اللي هو القطر، ومع بعضهم او ماي جاد سفرتنا على العراق كاتشي. طعمة الحليب، طعمة الفات اللي بقلبها، هيدي ذا ريل ديل. وقطره سكر خفيف، سكر ما بيلزق على الشفير. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Great start. تبليشة رائعة. Unexpected. أنا فكرت أحبلش بشي منقوشة أو هيك. Anyway، اليوم Taste of Liverpool هي Multicultural. رح نبرم، رح نسافر على يمكن كل البحر الأبيض المتوسط، رح نسافر على أفريقيا، رح نسافر على كتير محلات بكاتشي، ورح تشوفوا كيف فيكم تبرموا العالم بهالمدينة يلي حاضن الكل. What's next? Judy is a library. ترويقة عراقية بلشنا، وبدها ترويقة لبنانية. تتخيلوا فيكم تاكلوا كنافة هالقد فيها جبنة، هالقد بتمغى، هالقد كبيرة. هون بأستراليا والله جابوا لبنان مثل ما هو، بكرمه، بطعماته. واو
واو واو، خبز رقيقة بتفرفك مثل البسكويت، ما بتعرف ما بتوجع الحنك. وجوا دريل ديل جبنة. واو في أستراليا نافت سويت في أستراليا. نعم. Good morning. أهلا وسهلا. ند أنا بشكرك لأنك استقبلتني، أنا بشكرك لثقتك فيي، أنا بشكرك لنهارك الكتير سمين ووقتك الكتير أساسي، أعطيتنا نهار من نهارك تنقدر نبرم سوا ونكتشف ونتعرف على مدينتك. سو ليفربول منطقة كتير مهمة، والمهم فيها والمعروف فيها أنه فيها كل الجنسيات تقريبا. أول شيء خلينا نبلش، خبرني عنك، أنت من وين بلبنان؟ أنا من حنواي، وبدافو أنا حد حنواي. سو هنيك أول شيء أهلا وسهلا فيك، welcome to Liverpool. بس أنا خلقان بأمريكا، خلقان ببوسطن، بي كان خلقان بالسيراليون بس اجت الحرب ترك. وanyway يلا وصلنا هون بأستراليا 30 years 30 سنة. اليوم شو رح نعمل؟ اليوم كيف رح نكتشف ليفربول؟ بدنا نفرجيك أنه شو أحسن شيء عنا إياه هون. هي أحسن شيء مش الأرض، مش المستشفى، مش اليونيفرسيتيز، أحسن شيء العالم. بتشوف كل واحد من كل جنسية هون، أكثر من 150 جنسية عايشين مع بعض. Different races, different religions. عايشين نحنا بالpeace and harmony as a beacon to the world. So منا فرجيك يا بس كمان منا. Today we want to focus on العرب. كيف نحنا عايشين مع بعض لبنانيين والعراقيين وكل واحد. How we work together beautifully. اليوم نهار علم، رح نتعلم، رح نتعرف، رح ناكل، رح ننبسط. وبيبلش العلم بهاللحظة. شخص منه خلقان بلبنان، ما كفى حياته بلبنان، نقل من أمريكا على أفريقيا أندن على أستراليا، وبقت اللغة العربية وبقت لهجتك، بقت تعلقك بالوطن. ومن هون منبلش بواحد كيف ما يبرم وين ما يروح بيضل الوطن بالقلب. هالمهم ما بتترك. اميزنج. منبلش بالترويقه. ما جعت شوي والله. يس انديد. تعال فرجيك شوي فلافل. بس سوري فيها غارليك، اتس جوت سم غارليك. بتعرف امبارح طيرت درون وشفت شيء كتير حلو، بنايه كتير حلو بتلفت النظر من فوق، بتلفت النظر لكل العالم اللي عم تقطع قدامها. هيدا شو البنايه؟ صارت ايكونيك بالمنطقه. هي architecture is very important. هيدا البنايه هون، هيدا it's our new library. هيدا البنايه الابيض with all the circles, and that's our new council building, the one the bricks with that behind it, right? We're going to be moving into it very soon on the 2nd of December inshallah. And it's a great thing for the community, right? And being round, it's universal. Round is a symbol of unity, a symbol of peace. It's white. It's a place of light and knowledge. So مهم كتير. ونحن once again منفجر العالم how good Liverpool is and how we deserve the best. نحن امبارح كنا عم نحكي عن شغلة مهمة مزبوط، هي library تجمع كل العالم كرمال الناس تقرأ أكثر وتنجمع مع بعض وتدرس أكثر. بس أنت امبارح هيدا library هديتها لحدا. So نحن شايفين بالدنيا حرام بس adults بس مشغلوا مع بعض شو بيصير؟ أولاد بيموتوا. We've seen too many deaths, too many children dying because of adults not working together. So we have dedicated this building to all those children who've passed away. نحن we're going to tell their stories. عشان حرام بتشوف الطفل عم بيموتوا ليه؟ This is going to remember them forever. So people can realize that if we learn, if we have knowledge and if we have light, we can hopefully save children. We prevent these things from happening. We need to be able to work together. So this is what this is a building about. هي إننا obviously Aboriginal land هون، right? هذا مهم شيء كتير. والbuilding here it's called the storyteller. Yalamundi. Yalla, that's good. But Yalamundi is the storyteller. We will tell their stories in this building forever. The statue you see here, they're here, a government quarry. Liverpool was founded here, the fourth oldest city in Australia, after Sydney, Parramatta, then Hobart or Liverpool. And it was founded as a free city when shared for opportunity. So the opportunity I know to go from being a convict settlement to be a free city, it's same today. بس George Bush wants to start war with Iraq, the refugees بيجوا على Liverpool. Afghanistan, refugees بيجوا هون. نحن we welcome them. أهلا وسهلا فيهم. But they come here as all migrants, whether refugees or not, for opportunity, and that opportunity still exists till today.
اهلا وسهلا انتوني مازن حمزه من طرابلس القبه. انا هون صار جيت سنه 2000 على استراليا. انا هي مهنتي ومهنه الاهل لبنان والجد والعم وكلهم. نحن بنشتغل هون مع طارق حافظه ملحمه حافظه طارق حافظه ابو علي شيخ الشباب حبيب قلبي. نحن هون بنشتغل كفاميلي عائله واحده ايد واحده. ما في عنا معلم وبوس يعني المحل كل واحد كانه لاله. نشتغل فاميلي مع بعضنا كلنا. واللي بيميزنا هون نحن يعني كمان نشتغل لكل الجاليات بيحبونا. نعمل كل شيء عربي لبناني اجنبي استرالي يعني لكل الجاليات. محمود موسى من طرابلس لبنان. اطيب شيء عندنا موجود الكفته النيه كفته الشوي. عندك الباربيكيو الشوي عندك نوعيه التشوبس الخواريف النمبر 1 البيجي نمبر 1 كواليتي. بيجي عندك هون البرجرز تشيكن هاند ميد والبرجرز هاند ميد. وعندك هون اللام فيلت وعندك التوب نمبر 1 كاتلس. إذا بتاكل بتجرب تعرف قيمة شو عم بحكي. So here I have the butchery, all have halal meat, whatever you prefer, whatever you like. Anything from lamb, beef, chicken. We have all types of qualities, all kinds of meats. As you can see here, as Mr. Anthony showed you, we have all kinds of skewers. We can do anything you prefer, anything you like. Just come down any time of the week, 7 days a week, from 7 to 4:30, 5:30, whatever you like, we're here waiting for you. أهلا وسهلا فيك عنا بحافظة butchery. اهلا وسهلا فيك هنا باستراليا. Very nice. حابين فرجيكم انه هالمحل هون نوراز صار هيدا it's the second oldest store in Liverpool now the oldest one. بين هي قديه صرنا هون عام شيء اكثر من اكثر من 30 سنه. سو بتفكر قديه الشعب العرب عايشين هون. كله من لبنان؟ كله من لبنان. منتجات لبنان ومنتجات العائلة كمان دناوي. هذا الزيتون شغل لبنان شغل الأهلي. هذا الفلافل من هون من عند جارنا حمص وفول محل حمود. هذه اللحمه من عند طارق حافظه فوتشا اوف ليفربول. هذا الخبز بيكري عراقي خبز عراقي من هون من ليفربول كمان. هذا صحن الفروت من مكواري فروت شوب حسين ضناوي واحمد ضناوي عائلي. ما بتحمل الا اللي تبعك. لا طارق حافظة طارق حافظة حبيبي واخي كمان. كيف قل لي شو اسامي اولادك؟ ناد منون. انا بعدهم بس انت فيك تعد اسمي ناد منون. 18 ولد والله يخلي اولاد العالم. الله يخلي لك اكيد يعني الله يبعث لك كل انسان ما عنده. كل انسان ما عنده الله يبعث له والله يخلي اولاد العالم ويحمي اولاد العالم وكثر اللبنانيه بالعالم. يعني الله انا بحب الاولاد والحمد لله رب العالمين. ايه الله يرد كل محب لعند اهله. الجو بعقد جو ضحك جو رائع. واللحم نيه واللحم النيه من عند اخي طارق حافظه روعه. شو كواليتي شو نوعيه اصبي نيه وليه
بحبك. الله يخليكم لبعض، كلهم اصحاب، كلهم بيحبوا بعض، كلهم بيدعموا بعض، كلهم اخوه مع بعض. الحمد لله كل الجاليات وكل الجنسيات شيء رائع رائع. One big happy family. هيدا جونا وهيدا نحن ساعات بنجتمع. عم بتخيل سيارات القطع شو عم بتقول؟ مين اني هو العرب؟ عم ياكلوا بنص الطريق. حول انزل انزل نحن هون. رح لف لي خبزة عراقية غير شكل مع شوية لحمة نية. عطشان تبليشة خبز العراق. ريحة الخبز أحسن أحسن إكسبيرينس من والله عنجد بيوتيفول. بدها لحمة بدها. شوية عصبة. شوية لية. عندنا اللي باستراليا. احمد مصطفى الضناوي من اعال قضاء صغرته. الولد اجى لهون بالستينات. عندي اخوي خلقوا هون ورجع على لبنان، بلش هونيك، فتح هونيك محلات خضره بطرابلس بابو سمره، وبنفس الوقت عنده اراضي، اشترى اراضي زراعيه وجنينات بين درنبوح اعال الضنيه ابو سمره. ما عاد رجع لهون. على انا بالعشرين 21 لما خلصت عسكريه بالجيش رجعت لهون. اخواتي كانوا هون، هني خلقانين هون، بقى كل واحد منا تزوج ورجع لهون ليستقل حياته. ومع انه عنا فرص كبيره لنعمل شيء غير اللي نحن عملناه، وفي منا مثقفين ومتعلمين، ولكن المجال تبع الخضره والفواكه لانه الوالد هو اسسه وبلش فيه بلبنان، نحن دلينا على هذا النهج ومشينا فيه. انا كان لي هون 3 سنوات، خدت خبره كبيره من الماركت، نزلت اشتغلت بفلمنتون ماركت، هو اكبر سوق خضار هون باستراليا، حوالي 3 سنين لـ4 سنين لاخذت الخبره اللي هي موجوده باستراليا غير اللي موجوده بلبنان، لانه كله يعني غير لبنان. وفتحت هذا المحل باول 2005، وانا واخواتي واولادنا كبروا، الاولاد الله يرضى عليهم لانه كانوا صغار ما كانوا خلقانين، هسه اللي 20 سنه هلا هون بالمحل والحمد لله رب العالمين. وبنفس الوقت الوالد الله يعطيه الصحه والعافيه، يعني هو عمره 80 سنة ولكن أساب يشتغل، وبيبعت لي كل سنة كونتينر زيت وزيتون ودبس رمان ومي زهر ومي ورد وصابون، وكلياته من المنتوجات الحج، يعني من عنا من الأراضي اللي عنا موجودة، ونحن منسوقها هون بالسوق. هذا ضناوي هي هيدي لقلنا موجودة وراف كمان، مي زهر مي ورد خل تفاح دبس رمان 100% زيت زيتون صابون بلدي، والحمد لله رب العالمين. تأخرنا، بدي أنا أضبط البروجرام. شو عم تعملوا هون؟ هيدا الأوفيس، the real office. نحنا قد ما تعطينا بناية حلوة جديدة هون ما نقعد. تعال شوف، تفضل، أهلا وسهلا. شرفك. اللي كم شخص يعمل بالأوضة؟ 12 لـ16. تفضل تفضل، من نشرب قهوة. من 12 شخص لـ16 شخص. واو، this is where الغرفة هون operations happen. هون منفكر في رواق هون وقاعدين مع بعض، انه we're one. It's very important. نشربنا شوية قهوة. تفضل تفضل، 12 شخص بيساعدوا بالاوضه. هاو ار يو توداي؟ كيف احوالكم؟ من الغرفه الحلوه وير اوت بلشت تخف تشتي والطقس بلش يزبط، ورح نكفي برمتنا. كم شغله صرنا عاملين من الصبح وبعدنا الصبح، يعني بعدنا بريكفاست تايم. مور ديسكفريز فور ان اميزنج داي. واتس نيكست؟ حمود رستوران ليفربول، صار 18 سنة باستراليا، عم طرابلس لبنان، طرابلس الإبي، وعم نشتغل حمود فول مصلحة الوالد.
يعني بنعمل حمص وفول وفلافل ما بنعمل شيء غيره في صوصي بس هذا حمص وفول وفلافل وفتيت. صدق عم بطلع فيه عم بقول له وين بعد في منك بهالدنيا؟ وين بعد في ناس هالقد محمسه؟ وين بعد في ناس بتشتغل هالقد؟ مشغل محل كامل عنده اربع اشخاص عم يساعدوه مش عم خلوني يعملوا شيء. هو بيعمل كل شيء، بده يقص البصله وبده ينظف الطاوله وبده يعمل الصحون و... او ماي جاد شو هالزلمه؟ وكله نظافه كله ترتيب كل صحن بروح هو بيجلي. عن جد وين بعد في منك بهالدنيا؟ الحمد لله. يعني انا تقريبا صار لي بالمحل تقريبا 16 17 سنه من اول ما فتحت لهلا. بفتح من 9:30 لـ5 7 ايام بالاسبوع بس بسكر شهر رمضان كامل بعيد راس السنه بقعد مع العيله على فرد سفره لانه لا ترويقه ولا غدا مع العيله لازم نعدنا شوي مع العيله عشان يضل عنا ذكريات معه بيتذكروا انه والله بابا روقنا تغدينا تعشينا رحنا جينا لعبنا سوكر لعبنا فوتبول لازم يكون عندنا شوي ذكريات نفضلهم شوي للعيله بنسكر السنه شهر بالسنة وبعيد راس السنة شي 4-5 أيام كمان بنقضيها مع العيلة من كذا. Welcome to our youth house at St. Alpha. My name's Sabrina, I'm the coordinator, and this is Buka, the coordinator. I'm from GE in Lebanon. Hi, my name is Brooke. I'm the executive advisor from St. Rafa's Youth. I'm from Ishurk, Lebanon, Jadran GE. So every Sunday after Mass, we gather after 6 p.m. English Mass. There's about 60 to 80 youth that come every Sunday. And we've got a pool table, we've got table tennis in the other room, we've got basketball. It's really awesome gathering. So we gather all the youth to create a community, and that develops our social bonds with people who share the same values as us, and then also it helps us build each other spiritually. كاملة متكاملة وحتى عندهم صفوف مدرسة لأولاد صغار تيعلمون عربي فما حدا في يقول ما عرفت كيف بتعلم أولاد عربي بيجي لهون ويبلش من 10452 all the way up على القليلة ساعات بيسمع لبناني يعرف يسمعه وساعات بيطلع عبيل ويحكي لبناني يعرف شو هالليفربول؟
اوه ماي جاد، بلشنا من طرابلس، كفينا طلعنا على الضيعة، اكلنا فول وحمص، رجعنا اخذنا الساج والخبز، رحنا على دكانة الخضرة، تمشينا بين هالشوارع وشفنا هالناس كلها سوا، شو هالليفربول، شو هالمولتي كولتشرال سيتي، وكلهم سوا مع بعضهم عايشين، العوايد بعدها وقديمة قديمة، بتشوفوا هالستات هالخطرية هالعالم كبار بالعمر بعضهم بيحكوا لبناني مثل ما تركوه من زمان. وبعد الثقافة عم تلحقنا وعم تمشي معنا، وبعده الزعتر وبعده السنوبر من لبنان وبعده العجين وبعده الخبز وبعده كل شيء عم بيصير مثل ما لازم. كل نهار احد بيجتمعوا هون بقديس رفقة وبيعملوا هالجمعة الحلوة تكلهم سوا، يضلوا مع بعض حد بعضهم، يحبوا بعضهم، ياكلوا مع بعضهم، يعلموا اولادهم على تعاويدنا تما حدا ينسيهم. لبنان اللي ترك لبنان بعده معلق بلبنان وبعده عم بيمشي بهالثقافة وين ما كان بالعالم، ونحن بنقول له شكرا، شكرا كثير، بنقول له ثانك يو سو ماتش، ومنفتخر فيه لانه هو راح واخذ لبنان معه وعم يفرجي لك كل الدنيا. او ماي جاد وات ا داي، قديش حلو اللي عم نكتشفه اليوم، قديش حلو اللي عم نشوفه اليوم، هالثقافه اللي بعدها وقت معهم، هالعالم اللي تركت من زير زمان بس ما نسيت هي مين، ما نسيت اصلها، وقديش مهم وقديش شغلنا نحن يمكن عم نكبر بالعمر وصار عنا اولاد انه نضلنا عم ننمي الثقافه تما التطور الدنيا ينسينا نحن مين. هي if you look at it, modern society doesn't value this, but this is what it's all about. Like in العالم هنا بيشتغلوا the all the experience teaching young generation, right, and passing it down. هذا المهم. بس هون society كله materialistic, right? Or you have to buy this, you have to buy that. So where is this knowledge that it's not just 10 or 20 years, hundreds and hundreds of years old, and you see it and it's so beautiful. And Australia to maintain its beauty, we need to make sure that in 100 years we still have this. مين هيا كيف شو لاساج؟ What happens if our kids don't see this and know this? This is our identity. It's who we are. بدي خبرك انا جد الاولاد هان وبي العائله. اي سنه جيت؟ استراليا جيت بالسبعين. تعلمت لبناني وانا سايد لبناني. السنه اللبنانيه وبننتهي اللبنانيه وين ما رحنا. ونحن اولاد كرم المهر موجودين وين ما كان. وبتعرف انت عن ضياعتنا اكثر ما نحن بنعرف. خلينا اياك ويطولنا عمرك. باكل فته؟ بامان؟ بامان. مهمة. اوه مهمة. الله يقويك. تفتح محل فتة وانا بجي باكل عندك. لا. Amazing. This is for you. Spinach, no garlic, no onion. معمول الأورما شقف. انتبهتوا في عدة أنواع أورما. هيدا الأورما بيعملوها شقف. مش مفرومة. اهلا وسهلا فيكم خياتي اخوتي الاحبه، مطرح ما كان عم بتشاهدونا مع انتوني رحيل يلي صار اشهر من نار على علم، لانه بس بنشوف فيك هالوجه الحلو اللي احنا بنحبه بلبنان وهالتاريخ الحلو تبع لبنان، لانه الحضاره بالاكل. وقت بكون انت عم تدوق الاكل مثل كانك عم بتقلنا نشيد وطني من نوع تاني. مشان هيك نحن نشكر الله على موهبتك وعلى كل الجهد اللي عم تعمله. حب تتعرف علي، انا من ضيعه بالشمال اسمها صغار تغرين، حد بزيارة إذا بتطلع بتطلع لنا صغرتها. في هونيك مجموعة ضيع تربينا عم حبة ربنا هونيك، وهالضيعة اللي احنا حاملين فيها تاريخ وطن وحاملينها بقلوبنا. أنا مرسل لبناني ماروني أبوتر، تعرف الكريمية بلبنان. كنت عم بخدم بالبرازيل، آخر تعييني لألي كان بالبرازيل، طبعا تعيننا بعدة محلات بالعالم إلى أن جيت أزور أهلي. أنا أهلي هوني بإستراليا، أخواتي عندنا إلى الحجر the ghost of the quarries بإستراليا،
وعندهم هيك شغلهم، كنت ضلي بيجي من فترة لفترة تشق عليهم. جيت آخر مشوار سيدنا أنطوان شارل طرباي من أستراليا وأوكيانيا والإنترنت بنيوزيلندا، طلب مني إذا بحب إجي لعنده الهونة عمر له رعية وكنيسة لقديستنا رفعة. وهيك صارت، حكي مع رئيس العام بالجمعية وودوني. صار لي أنا هلأ تقريبا شي 6 سنين ونص هونة. جينا لهون لقيت الناس، طبعا الرعية كانت موجودة قبل بس كانت ميس سنترز، وبلشت تصير الرعية بس انه كانت رعية عم تنطلق انطلاقة شوي هيك، جمعوا بعضهم، ما كان في كتير عالم هون، وهيك الارض انشريت من حوالي شي 25 سنة تقريبا، ماني كتير شاطر بالتاريخ بس هيك شي. وطلع مشروع بناء رعية هون. هلا المشروع كان بفكر الاشخاص اللي كانوا قبلي طبعا، وكان في اباء قبلنا اجوا الرهبانية كلها خدمت هون، يعني المرسلين اللبنانيين الموارني خدموا هون وهن اسسوا الميس سنتر هون. وفي عندك الرهبان مرشارب كمان، الرهبان اللبنانيين المارونيه كمان خدمت، الكهنة الرعويين خدموا هون. انا استلمت الرعية من كاهن كان قبلي، كاهن رعوي من قبل المطران عيد ابي كرم ابونا نبيل وهبي، كان سلامك منه الرسالة انا هون. وبلشنا نشتغل، جيت الارض لقيت الارض مخضرة، الناس تعرف شعبنا بس بده منك تكون كاهن، بده منك يحس انه بس يطلع فيك في شيء بيشبه ربنا فيك، بس يشوفوا فيك هو شعبنا كله بيحب يساعد. وانا مربى ببيت دافي، نحن عائلة من 10 اخوة، يعني من نحن وصغار تربينا ناخذ ونعطي مع اخوتنا، يعني تبرنا على الحياة الاجتماعية غصب عنا. بعرف شفتوا البي كان امي الله يرحمها تبقى عندها هيك هالايمان الثابت وهالمدرسة الايمان، وبي ساعدها، تربينا بنحب العالم، وبي مربينا انه طلعوا من جيبتكم واعطوه العالم، لانه فرح العطاء اكبر بكثير من فرح الاخذ، وسامحوا ما تعملوا مشكل. وبتعرف انا كنت غريز كثير، وكل ما نجي عالقين عاملين مشكل بالضيعة بدي اكلها قتلة. اخي شيء قلت وزيره هيك عم باكلها قتلة بلا المشاكل، عاد طلعت ابونا. بقى هون ولاد الرعية لقيتهم كثير محبين وكثير كرماء، وعن جد تركوا عندي انطباع رائع جدا، لانه بتحس حالك محضون، بيعيطوا لك يا بيي وانت بتحس حالك ابنهم. وهيدي هالعلاقة الدافية بيني وبينهم بست سنين ونص، ما يوم حدا جرحني بكلمة، ولا مرة بطلب من حدا شيء وبيقول لي لا. يعني حفلتها بقديسي رفعة كل سنة بتسكر، ما في ولا ريسبشن هول بيساع حفلة قديسي رفعة، وهلا حفلتها مسكرة اوريدي، من جمعتين مسكرة الحفلة، لأنه ما بنطلب من حدا شيء بيقول لنا لا. ونحن أخذنا قرار هيك، نحن عائلة رفقة مع كل الأشخاص اللي عم بيشتغلوا معنا هون. طبعا أنا مش وحدي، في معي أبونا جو مارون من كفر صغاب. أبونا جو مارون معروف في ضيعة كفر صغاب بغيرتها وبمحبتها لكنيستها وبإيمان شعبها. هلا بتقول لي ابونا صاروا قديسين؟ لا، مش صاروا قديسين، بس بيحبوا القداسه. وفي معي ابونا بطرس ساميا كمان، خيي بالابوتر كريمي، عم بيساعدنا هون. وفي معنا فريق عمل كثير كثير حلو عم بيشتغل، جينا لقينا اشخاص حاملين صليب قديسي رفقه وقت كانت بحاله ضعف. بلشنا نشتغل مع بعضنا، وبلشوا الناس كمان يهجروا على المنطقه صارت تتعمر، صاروا يهجروا على المنطقة لهون، وصارت الناس تكتر، ونحن قررنا نفتح لهم بيت لبناني هون. وأنا بوعظة بقول لهم بتجوا لهون، قديسي رفقة مش بس بتعطيكم كلمة الله ولقمة الله، بتعطيكم كمان بترحب فيكم بطريقة لبنانية، بتعطيكم زعتر ومنقوش وشانكليش وفطيرة وكل الأكل اللبناني اللي هلأ أنت بدك، ما بعرف إذا دقت ولا بعد. أنا اللي دقت. صارت الناس تجي من ميل تنبسط بالكلمة، ومن ميل تنجمع على اللقمة، وكبرت الرعية من رعية صغيرة لصرنا اسم الصليب من الرعاية المعروفين منيح بالأبرشية هلأ. وبلشنا كمان بزيت الوقت نشتغل على الخرايط يلي كان قبل منا اشتغلوا عليها، ولكن نحن اشتغلنا بطريقة جدية أكثر برفقة سيدنا، ودمنا جبنا إذا الله راد هلأ جبنا السي سي، وبلشنا مشي 3-4 شهور خلص الحفر، وهلأ جاهزين نطلع ببيسمنت من 120 لأكثر شوي هيك سيارة تحت الأرض، وفوق بيكون في مواقف، رح بيكون في كنيسة كمان، كنيسة بتسيع شعبنا، بس ما رح تسيع شعبنا أصل الصليب، لأنه إذا اللي عملناها 500 رح تنتلي، واللي عملناها 1000 رح تنتلي. بقى
عمل لها هلا قد ما بنقدر ان شاء الله على امل طبعا برفقه المسؤولين. نحن نشكر المسؤولين السياسيين والروحيين باستراليا. يعني خينا ناد I'm very thankful for your great love, for your kindness. Since I met you the first time, you've shown great love and respect. I thank the Lord for you. So and looking forward to trouble you more and more, because we're gonna build people and buildings together. I can't stand still, so I have to do something. And now after building the church, we're looking forward to do something else. I hope to trouble you more and more. We pray for it. Thank you. So, بقى نحن وصلنا لهون بلشنا بالعمارة. رح تعمر كنيسة إذا الله راد, ورح بيكون في child care, رح بيكون في hall, public hall بقديسي رفقة على أمل سيدنا إذا زبطت الأمور معه بالخريطة للقسم الثاني من الأرض. الأرض هون 30 acres, قسم نصة رح بيكون فيه هذا المشروع هلا نشتغله. النص الثاني سيدنا مفكر بريتارمنت فيليج لأنه بحق لنا فيها باي لو, بحق لنا فيها هون. أبعرف إذا بجد براسه شيء جديد أو شيء غير, بس مبدئيا هيك حتى يكون هيدا هون كله مركز بيعيل حاله بحاله, بيكون مركز حضاري نستقبل كل أخوتنا وخياتنا لمجد الله. واللافت أنه قديسي رفقة ملونة من كل الألوان, يعني بيجي لعنا أسترالية, بيجي لعنا شرقيين, عراقية, سورية, فلسطينية, بيجوا لعنا من كل الطوائف, يعني من السريان, من الكاثوليك, من الأرثوذكس, من الرومان كاثوليك, ايفن من البروتستانت عم بيجوا لهون وعم بيحسوا حالهم. كل نزيت الكلمة منحس حالنا ببيتنا. مشان هيك نحن نشكر الله على كل الأشخاص يلي ساعدونا توصلنا لهون. نشكر الله عليك توني, وإن شاء الله بضلك هيك هالبسمة الحلوة وهالحضور الحلو. أنا بدي أسرق الفرصة تأشكر كل الأشخاص يلي في كتير أشخاص عم بيساعدونا وعم بيعملوا شغل مش مجبورين يعملوا, بس الحب بيدفعهم تيشتغلوا. مشان هيك أيام متقطل ببعضنا, أيام متشارع أيام, بس المهم كل حدا بيجيل عنا بيروح من هون بيقول رحنا زرنا بيتنا وقديسي رفقة عن جد بيت العيلة وحضور العيلة لقمة العيلة. So, إن شاء الله بيكون كنايسنا على طول نبارس علم وحضارة وفكر بيعلموا الإنسان على الحرية واحترام خيو الإنسان, ونكون عم نساهم ببناء حضارة أفضل بإستراليا, نساعد أخوتنا الإسترالية حتى نكون عم نبني حضارة تحافظ على كرامة الإنسان وعلى حريته وعلى إيمانه. عبير أقعد معك النهار. طيب بس النهار طويل وكتير ناس بعدين نروح لعندهم. هلأ ما بدي, هلا انا بحضر قداس, بس لو انت عم بتقدس كنت انا عم باكل ما تخبر حدا, بس انا هو كله باكل كله انا دقت الاكلات ولا قويكم, ودقت الزعترات ولا قويكم, ودقت قلوب ومحبه الستات كثير. وبس كنت عندي كثير اسئله اسالك اياها وتخبرني كم واحد انتم شو بتعملوا. انا ما في اسئله بتنسال بعد خبرتني يلي عشناه هون, اللي حسيناه هون, الدموع اللي نزلت هون, هالمحبة اللي عم تطلع من الأرض اللي قدرتوا تعملوها هون بتشيل كل الأسئلة بدي أسألهم. فبعدك رح أرجع لعندك يمكن السفرة اللي بعدها تنقضي نهار كامل. That's good. That's very good. وتبرمني وروح على البيوت ونأكل ورق عنب ومغربية. بشوف إيش عامل, أنا عامل قعدة لبنانية هونيك العريشة, عامل هاي من لبنان, هاي الزهرة من لبنان, هيدا البزلان اللي بيطلع الطريق أنا هذا هو من هونيك الأصفر. إيه مرتج كاس عرق. And allow me to thank the Lord for all of you here, especially. We thank our Lord for you. Of course, thank you. Because you're the greatest. And allow me to welcome our barrier here in Liverpool, Mr. Ned Mamnoon and his accompaniment, and Richard Amour. And thank you for bringing us Anthony Hayen. Anthony, you're most welcome. We love your smiling face. And you're most welcome to Saint Rafa. We hope you do it again and you stay longer. And allow me to welcome his immense, our beloved brother Sabine Sawyer,
You're most welcome in Australia. You're all welcome here. And I believe you want to feel the difference. You want to feel the difference between Lebanon and Australia, especially in Central Africa. You're most welcome. And put your hands together for all of them. Thank you. دكتور جميل الدويس، خريجة من سيدني 1998 دكتوراه. كنت أستاذ جامعة الويزي وجيت 2013 لهون وعندي مشروع اسمه أفكار انقرابية للأدب الراقي. وبعدها حوالي 100 تأسيسه يعني بعدها حوالي 120 كتاب منهم لي 57 وحدة ولمريم زوجتي 13. بنعمل مهرجانات ضخمة بسيدني وبميلبون ونقدم كل كتبنا مجانا. كتب بالعربي؟ عربي وانجليزي. وشو الموضوع اجمالا بكل شيء؟ روايه قصيره فكر 12 كتاب فكري عندي، اخر واحد متقدم في النور وبكتب الشعر بكل انواعه. كل بده يفتش اليوم عليك او يشتري كتبك وين بيروح؟ على جميل دويني دوت كوم او كتب جميل دويني. بشوف كل كتبي وكتب السيده مريم والاصدقاء اللي معنا بالمشروع موجودين على هذا الموقع. إذا أنتوا عايشين بالسيتي بالسيتي باراماتا وراور وين ما كنتوا حتى لو بعيد حتى لو ساعة سوية بيستاهل نهار الأحد تجوا لهون وتفرح القلب الوقفة هون القعدة هون اجتماع مع هيدي الناس والأكل هالأكل تفرح القلب. اسمي مظاهر خليل، أنا رئيس الدير الإسلامي، هاجرت لأستراليا من 36 سنة خدمت الجالية كنائب رئيس المجلس البلدي في مدينة ليفربول وعضو اتحاد المجالس البلدية لولاية نيو ساوث ويلز وحاليا مثل ما بتعرف من مؤسسي البيت الإسلامي، مؤسسة إسلامية تعتني بشؤون المسلمين في أستراليا وخصوصا الشباب منهم، لأنه مثل ما بتعرف الشباب الخلعانين بهالبلد يضل المفروض أنه هن يعني يتعاونوا مع بقية الجاليات، لأنه الجاليات الأسترالية من يعني الشعب الأسترالي من جاليات مختلفة جو من كل بلاد العالم، في عن ناس يعني من حوالي 200 بلد وبيتكلموا بعتقد أنا يمكن شيء 200 لغة مع دايلوج تبهت كيف؟ هيدي هي القصة. فبدأنا ببناء هذه المؤسسة الإسلامية، هي منها عبارة بس عن مسجد، عبارة عن مسجد، عن مركز للشبيبة، عن لايبري، مكتبة، عن قاعة كبيرة للاجتماعات ولأبناء الجالية بدهم يجوا يعملوا فيها مؤتمرات، يعملوا فيها احتفالات، كل شيء بيعود لأبناء الجالية في هذا البلد. فنحن موجودين هون، يعني أنا كتير فخور بأنه هذه المؤسسة اللي شايفة على حوالي 30,000 متر مربع، هذه المؤسسة بنيت من أموال الشعب الأسترالي اللبناني. نحن ما أخذنا مصاري من أي بلد في العالم، لا من بلاد خليجية ولا إسلامية ولا عربية ولا شيء، ولا حتى من الحكومة الأسترالية. فالنساء والرجال باعوا كثير من الجواهر اللي موجودة عندهم وكبوها كلها هون في بناء هذه المؤسسة الإسلامية اللي شايفة في أستراليا يعني. فالحمد لله هذا المشروع كلف حوالي 22 مليون دولار وهلا صرنا بآخر مراحل البناء مثل ما أنا شايف، عم نعمل اللاندسكايبينج اللي من دار مدار المسجد. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى إنه نعمل الافتتاح في شهر رمضان القادم إن شاء الله.
المسجد هذا انبنى على مساحة 30,000 متر مربع. هلا مثل ما انك شايف يعني المدخل الرئيسي من هنا، في عدة مداخل للمسجد، عنده حوالي 8 مداخل، فكل مدخل حسب الإنسان منين جاي، من أي جهة أو اتجاه. فعملية البناء احنا أساسا اشترينا الأرض بسنة 1998، فأخذ وقت كتير حتى أن نحن نسدد المبلغ ثمن الأرض يعني، ومن ثم فيما بعد كل ما وفرنا شوية مصاري نشتغل فيه. مشان هيك أخذ وقت كبير، لأنه مثل ما قلت لك نحن ما أخذنا تبرعات لا من دول عربية ولا خليجية ولا حتى الحكومة الأسترالية، فاعتمدنا على التبرعات اللي بتجي من أبناء الجالية في أستراليا. فعلى حسب أخذ وقت كتير. أنا بتشوف في أوفيسز كتير للموظفين، مكاتب للموظفين، في مطعم كمان للموظفين بيكونوا موجودين، وفي عنا شو اسمه يعني زاوية هيدي لغسيل الموتى، أكرام الموتى، سواء توفى بحمموه بنطفوه إلى آخره، وبيقضوا على جبينة من هوني. وبالإضافة إلى مكتبة وقاعات بيقولوا لها مولتي فانكشن سنتر لمتعدد يعني الـ الأعمال الموجودة. بدي اجرب الصوت اذا عم تسمعوه مثل ما احنا عم نسمعه هون، مثل كانه قاعدين على سبيكر تحت هاي بالنص. Very awkward, very high sound، مثل كانه في سبيكرز and then the sound goes normal. وهلا صرت عم اسمع حالي عادي، فعبالي شوف بالمايكروفون اذا ببين زيت شيء. في نقطه وحده تحت التريا على القد، اول ما حدا يفوت فيها ويبلش يحكي بصير يحس كانه فجاه في ايكوز عم بيجوا من وين ما كان كل الاوضه وعم يلفوا علينا. Wow, this is engineering. أكثر من 2500 مصلي قريباً الله راد وقت رمضان رح يصيروا مجموعين هون، تكل الجالية، الجاليات العربية كلها سوا والجاليات الإسلامية عالمياً يجتمعوا هون، ويكون لهم هالمكان تيجتمعوا تيلتقوا تيصلوا وتيحكوا ذات اللغة مع بعضهم. شيء فعلا بكبر القلب. 30,000 متر وين بتصير، وين بتشوفوها الا باستراليا، هالبلد اللي جمع كل الجنسيات مع بعضهم، هالبلد اللي حضن الكل مع بعضهم. ومش خيالها محل بليفربول اللي عم نفتش عليها او اللي من الصبح عم نكتشفها، بلشت بالاكل مزبوط. نحن اليوم تيست اوف ليفربول، بس كمان كفت بالصلاه وبالدين وبالايمان، وين شفنا الكنيسه والمسجد وغيره، وكل هالجاليات عايشه مع بعضها، كل واحد بيعمل عوايده وبيعرفها على الباقي. فعلا مشروع عظيم، وصعب تفكروا بكل تفاصيله، فعلا ما فيكم توقفوا دقيقة وتفكروا بكل شيء صار هون. في عندكم اللبنانيين المسلمين اللي موجودين هون اللي ما طلبوا مساعدة حدا، تبرعوا كلهم مع بعضهم تيعملوا مقام كتير أساس. عم نحكي عن مركز يلي هو جامع لكل المسلمين بالعالم على 30,000 متر مربع، بلا ما يطلبوا دعم حدا تيكونوا قراراتهم وحدهم. والدولة الأسترالية اللي هن فخورين فيها وهن عايشوا فيها وعايشين بعضهم فيها سمحت لهم أن يكونوا موجودين هون تيقدروا يجمعوا بعضهم كلهم مع بعض. 2500 شخص مع بعضهم رح يكونوا عم يصلوا، وإن الله راد إن شاء الله بنرجع بنيجي شي نهار جمعة ومنشوف كل هالناس والعجقة والجمعة الحلوة كتير. فعلا ما بتقدروا ما توقفوا دقيقة هيك وتقولوا واو واو، شو هالإنجاز، شو هالعمل الجبار، شو هالشي العظيم. مش عم بلاقي الكلمات تخبركم قديش شي كتير مهم. تخيلوا اللبنانيين المسلمين بأستراليا. Amazing. صرنا على البيك بوس، عن امي ما فينا نزعل امي. اهلا وسهلا فيكم، تعالوا شوفوا الاكل من الايد الحجه. Good morning. I love you TV show man. بحب على الله، بحب كثير كثير. شو محضره اليوم؟ حضرت لك كفته باربيكيو وذ بينا باتر. شيء بينا باتر، مش شيء بينا باتر، من افريقيا الريسيب.
بنحط اللحمة وبنحط بينات بتر بهارات زيت وشوية فلفلة ناعمة وبنخلطهم مع بعض ونحط اللحمة. وهلا بتذوقها بتعطينا رأيك فيها. بيي خلقان بسيراليون ورجع لبنان وقاتل ما عايش هونيكي بس اجت الحرب رجع سيراليون وليتس كل اكلنا شو اسمه انه it's got peanut butter it's different it's African food and نحن when we show it to other Lebanese people هوني before انه they start laughing at us شو البينات بتر على اللحمة now all they do is peanut butter on the لحمة so try it for yourself you can be the judge. حضرت لكم خبز مرقوق عصاش خبز لبناني أصلي كيلو طحين أبيض وكيلو طحين أسمر هول ميل وخميرة وشوية سكر وملح وحليب بودرة. هاي العجينة هيك مكونة كان العجينة عم نحكي عنها هدول اسمك هدول الرقاق وبتجي بتقرش بتجي محمصة هيك وبتجي محمصة ريحتها حلوة وأكلتها أطيب ما بدها غير لبنة وزيت زيتون وخيارة. هيدي أنا بعملها وبعمل فيها لحم بعجين ومناقيش. هاي السميكة هاك هيدي مع اللحمة بينات بطر. فستق وكفته عادي هيدي اللي مع فستق يعني هيدي مع بينات باتر مش قادر انطر بقى It's amazing. Lightly crunchy on the outside طعم الفستق بتبين كراميلايزد بطريقة كتير حلوة بس ما قصدي انه فيها سكر لحمة من جوا super good quality مع شوية لية نكزك حل بتلزع عشفة This is actually very good Great idea فكرة جديدة تعملوها باللحمة مشوية على المنقل من عند ليلى استراليا جنوب لبنان من حناواي مرت الجي بتعملوها على المنقل تذكروا أنا تعلمتوها عند ليلى. من غدا لغدا والجمعة ما بتوقف. وين في لبنان في منقل وين في لبنان في جمعة والقعدة والطاولة الطويلة ما بتخلص شو ما كان. كل أحد عند الفاميلي هون فاميلي داي. أوكي رح أعمل حساباتي أحد جاي كمان. يضل بيتك عامر وأنت علمتيني اليوم أكل طيبة. وفيها نفس وفيها حب وهالجمعة الحلوة كتير وأنا بشكي كتير وإن شاء الله أرجو أعمل لك زيارة شي نهار إذا ابنك عزمني بدك عزيمي أنت؟ يعني يمكن لقى شافني أكلت كتير وقال ما بده من أهل البلد كل لبنان هوني موجود مني. عندي بالبيت تكوافي مني من مكان يجي أهلا وسهلا عبالي بقى أكتر فور ديزيرت بس لازم نكفي بما تعطل Let me tell you about Liverpool. هي it's the third city in Sydney. مثل عندك سيدني بتكون مثل بيروت وعندنا بارامارا أو مثل طرابلس ونحن مثل سور أو سايدا أو one of them whatever one you like. We have 225,000 people عايشين هنا هلا and every year we grow by another 5,000. But المهم it's what's around us. نحن we're the capital of Southwest Sydney. We have over 20,000 people a year moving into this area. So this وبيجوا هنا it's a land of opportunity. Over 150 different nationalities, every religion, every country is all moving into Southwest Sydney. To give you an idea, from size-wise, Liverpool's around 40 kilometers long. We have a beautiful city center. We have the largest hospital in the Southern Hemisphere with multiple universities that have just been established there. And then on the other end, we have the new international airport, which will have next to it our new tech city, like our own Silicon Valley. So it's massive, it's got the world, it's got the diversity, and most importantly, it's got the opportunity. The beauty is you see all these different cultures
living together in peace and harmony. You walk down this street and you would have walked past numerous different things. So George Street is full of sari shops. People come from Fiji to buy saris. They spend $10,000-$20,000 for weddings to wear their beautiful sari. And the clothes is amazing, and we have a festival for them every year. You walk down the street and you see the Mandaeans. They're speaking Aramaic. The language of Jesus is being spoken on the streets of Liverpool. Whether it, or it's Vietnamese or it's Arabic, but you've got a lot of as a baladia, we have a new program where we're celebrating events for our, all the different communities. Last week we had a South American one. This week, in a couple of weeks' time, we're going to have a South Pacific one. Amalna wahde for Blessed Nights, which is for Ramadan, for Easter, Orthodox Easter, Passover. We have one for the South Southeast Asians. And what's unique is that they pretty much all have a place of worship here. They all have, you can buy the clothes from here. You can buy the food from here, because all these things are important. And more people are going to school with each other, working with each other. So it's really blended, different than the rest of Sydney, because the rest of Sydney has people who are living in sort of enclaves by themselves. That's not Liverpool. We've been waiting over 40 years for the airport, but in 3 years, in 2026, the new airport will be open here. This will be Australia's main international gateway. We're gonna have over 80 million passengers a year going through it. That's the size of Dubai at the moment, from Dubai Airport. So this is going to be the center. This is where the opportunity is. If you're a business, you're investing in Liverpool. If you want to grow up, bring up your kids and give them the best opportunity, you're moving to Liverpool. So this is really going to be the center. At the moment, our economy, if we were a country alone, Liverpool would be number 130 in the world, bigger than Macedonia economically. So it's having a massive impact. And I think, once again, people are seeing it. Sydney is a global city. It's one of the few global cities that exist around the world. And the global city is full until you come to Liverpool. We're the other half of it. So, and I tell people when I give citizenship, we have over 3,000 new citizens every year. And I tell them, be ambitious. But be ambitious not for your own personal gain, but be ambitious for what you can do for the community, of how you can help your neighbors, your family, your country, and give back. Because ambition is all that limits us. If we have this positive perception that we are going to do good things, we'll make it happen. I guess my message on the Lublin, if we think positive, we're going to make it better, it will be better. But it's up to us and what's in here. Hello everyone, peace and grace in Christ, our Lord. My name is Father Paul Snason. I'm the parish priest of St. Jay Cathedral, Liverpool area. I'd like to welcome you all here today to give you a brief or summary about the Church of the East here in Australia. We are a community of around 10,000 people residing in Liverpool area, Fairfield area, Campbelltown area, and we have our spiritual activities every day in the week. Probably Sunday is the first day of the week where we have our spiritual services. Mondays we have a group for teens where we gather together to learn and also to get to know each other. Tuesday we have adult Assyrian class where we teach the Aramaic language. Wednesday we do have another class where we teach some people about the Church of the East. The Church of the East is the oldest church on the face of the earth. And the good thing about it, the privilege that we maintain our Eastern life in a Western country, and this is a blessing for us, and also delivering that to our young generation who were born here. And also Fridays we do have the Assyrian school where we do have around 130 students, followed by Assyrian Bible study and also English Bible study at 8
p.m. Every Friday, we're around 100 to 110 or 20 people from different backgrounds, where probably we preach the Word of God, and also followed by youth activities until maybe 12 a.m. As I mentioned, it's a really busy schedule. It's a place for everyone. Yes, we are an Assyrian church, but the fact is Christ for everyone. So we do have people from different backgrounds, because Liverpool is a place of diversity where people from different backgrounds, and also it's a place for everyone, where people can share their culture, and also food is part of it, which is that's why. And by the way, the Assyrian culture is rich of the best dishes, dolma, biryani, and other good and nice stuff. Yeah, so this is our church. We do have our other two priests, Father Joseph and Father George, and myself, and also we do have around 30 deacons who are helping us in the spiritual service. Also, we do have the church committee, the good leaders that we have, that they're helping us and leading our community. Beside of the faithful, as I mentioned before, you can see, like today we have an occasion where people gathered. We have around 1 to 2,000 people. This is the place. This is Liverpool, and we are proud to be part of this place. God bless. العالمين آمين. شقيا مارن وآلهن يمين الدم رحمانوت من مروم تقدش خمبارف مقدش الميخلت هان السردانوخ شمة دتي ثلاثة خمسة بقت مزج الطوافة بركات من كسلخ بارخ مار آون دوشمية نفقد شمار تيث ملكوتة نيوة سويانا كنا دوشمية وبرعة أولى لخمة سنخانا يومانا وشقل الخوبين كنا دابخنا شواق الخياوين لا تعلم نسيونا إلا بصل من بيشة مطل دي لاخي منكوثة خيلة وتشبخت العالم عالمين بيش انبرفت ما يقول هذا بشمت باب برونا وخد قدس العلمين آمين هذا ما نفقهات تعني دوخنا اخش مدوية وخالوخن قد أننا ناشئتينا قد يلو ريشة بسيمة وقبزة لخا مدوينا قد كميونيتي مش ان نشتد اثوراي لخا قو ليفربول اريا الى هدامة إفنوشيا ليفربول إيريا لخا مخبلة قد أباني هاوي مشاركي لخا ومخزوينا قد مو قصلت شلامة وشينا إتلين قدها كميتي قد هذا خاك شما ضيق قد أخوان قد أني إينا لخا من المريا على بارك لأخوان وما نغدانت أني أخوان ويكون تشمي يعني تآلي لا لا حتى لو كتير كتير مستعجلين ما راح فيل بلا ما يكون impossible لأنه مش معقولي the best food ever من شكله مبين إن كان الرز إن كان الدولمة إن كان الكباب العراقي إن كان واو الباتنجان هاي جديد علي هذا اسمه دخوة هذا اسمه أم شنو يلا دخوة هذا اسمه دخوة والورق عنا thank you مقلوبة أكيد أنت بدي طعمة البيت طعمة البيت طعمة النفس القلوبيت القلوبيت واللحمة الطيبة والبهارات أبطال الأكل أبطال 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 رجعوني
على كل برمية تبعي بالعراق أبطال طبقات كبيرة الرزيت النفس من هالعوائل جيبوه معه من هنيك كله يحنيد كله أخذ ساعات من الشغل بس معقول ما ناكل كباب كباب العراق لحمة ولية بس لحمة ولية نفس طيب كتير المير انبسطت انا مستعجل بدي فله هو بعده قاعد جوا خلينا نفوت عيط له لانه كثير شكله حب الاكل سامعك عارف الاكل كثير طيب بس عندنا شغل عم نشتغل نحن هون ايه والله بارد ما بنشبع منه الجماعه رح نرجع لعندك اكثر واكثر بس اليوم عندنا موعد يلا بس الاذن كل محل بنفوت عليه في ناس طيبين في كوميونيتيز في سقفات في عالم قاعدين مع بعضها عند عوايدها مع بعضها قديش واحد بيتفتح على عوايد كل العالم قديش بيتعلم What a day أنا عارف رح نتعرف على كتير ناس وعارف رح نكتشف كتير إشياء بس لا ما كنت منتظر هالقد أبدا وأكيد كمان لازم شي نهار أرجع أعمل لهم زيارة أكلتهم كتير طيبين أنا ريشمة صلاح طبعاً درجات الدينية إحنا عندنا من الشيكاند ترميد جنزورة آخر مرحلة أعلى مرحلة ريشمة الذي هو يعمد عدد رجال دين يعني دارسين جوا إيده يطوا درجة ريشمة يعني رأس الأمة هي كلمة عربية ريشمة طبعا احنا المندائيين مندا يعني معناها العارف بالرب فاحنا معتقدين حسب كتبنا المباركة الجنزة ربا كتابنا الرئيسي احنا معتقدين من زمن آدم وحواء الى حال عدد انبياء كان عندنا من بعد آدم شيت من بعد النوب شيت نبي نوح نبي سام ابن نوح أخير نبينا نبي يحيى بن زكريا الذي عمره هذا الهسة 2000 وحوالي 26 سنة فمندا مندائي هو مندا الذي عارفين شنو بالرب عندنا عددنا طبعا مو هواية كان هواية اذا نرجع مثلا في 400-500 سنة قبل كنا بالملايين بس بواسطة الامراض الذي بالمناطق احنا كنا ساكنين ب رافد يعني بين النهرين هسه الذي اخوتنا سن احنا ساكنين بأورشليم بالقدس وأورشليم وهاي بالأصل إنه مو استعفناها بعدين منك نزلنا صوب يعني بين النهرين الذي العراق جزيرة الخضراء يسموها بين إيران جنوب الإيران وجنوب العراق وهاي وبعدين بواسطة هاي الحروب والضغوطات اللي صايرة على أمتنا انجبرنا هسه صرنا بالعالم كلها مطشرين قسم بأستراليا بقارة أستراليا وقسم بقارة أمريكا وقسم بأوروبا وبعد عندنا قسم ناس يعني أوائل مندائي اللي بعدهم ساكنين بالعراق وبالإيران جنوب مكاننا احنا يعني دوم بلقاءاتنا وها نتشكر من هذا البلد نحن المندائيين
مثل ما بالبداية أنا عرضت حضرتكم كان عندنا مراسم التعميد وتعميدنا لازم ما يتجاري يصير. فمناح الجو بهذه المنطقة كل شيء يناسب شنو يناسبنا. يعني احنا سطقوسنا التعميد أزود يعني ركن من أركان ديانتنا المندائية هي على التعميد. فالتعميد هنا الجو كل شنو مساعد لنا بالصيف بالشتاء بايخو. وهنا الجو ماله زين يعني عندنا 4 فصول فريد يوم. ايه لذلك اختارينا شنو هاي المنطقة. اكو مناطق اخرى بس هنا سكننا حوالي تقريبا قريب 15,000 نسمة من داعي. والازود هنا بليفربول سكننا وقاعدين نعيش. طبعا عندنا البراخة هي الصلاة 3 مرات يعني 3 وجبات الصبح الظهر وقبل سلام الشمس العصر. وعندنا مرتين بالليالي هم نقول بس هذين الثلاثة اللي مراسم التعميد عندنا. اللي التعميد هو احنا معتقدين بإجراء مراسم التعميد الإنسان المنداي ينظف جسميا وروحيا يتنظف. مثلا للزواج عندنا زواج لازم هذول نحضرهم أول يعني نعمدهم يحضرهم للقسم الأهد بين الطرفين بين الولد والبنت. لازم يدون القسم بأرواح نظيفة وجسم شني نظيف. إيه عندنا الصوم عندنا يعني جميع هاي أمورنا. إيه الصلاة عندنا الزواج عندنا عندنا الزدقة يعني مساعدة كلش يعني مهمة أهم من الماء عندنا لازم نساعدة. هاي عددنا بالعالم كلها تقريبا 100,000 مو أزود كلش قليلين. بواسطة الذي الحروب والأمراض الذي صارت مثل الوباء وهاي الذي بسنة 1845 ميلادي بالآلاف الأوائل المنداي صوب البصرة وصوب بين النهرين يعني الإيران وهاي انتلفوا هذا المرض. وصار التهادم علينا مثلا بششتر بالعراق من المجتمع الذي عايشين به. نحمد الرب الذي هنا بواسطة يعني هاي الحكومة الحلوة الذي قاعدة تساعدنا. من المفرج الناس انه شو في حلو بالليفربول وهي الاحلى شيء فيها الناس. ومثل عم نقول للدكتور انتوني انه كل واحد عايش هون من كل دين وكل هيك. سو رحنا عليك على 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 كنيسة جينا هون على ليفربول أكلنا خبز راقي ورحنا على رحنا على على, على جامع على رح كنا على الملأشورين بالكنيسة. نعم بيسلموا عليك. الله يسلمك. إيه هلا بدنا نروح على أصحابنا القبطيين بالليفربول. سو فجأة هيدا الليفربول ما في شيء مثل بالدنيا هون. Hello, my name is Father Anthony Morgan from the St. George and Prince Cyril Coptic Orthodox Church in Liverpool. The Coptic Orthodox Church is originated from Egypt. Thereafter, obviously, it's spread out all over the world and came to Australia, specifically in Sydney in 1969, where it was first established here in Australian Sydney. Thereafter, the church or the churches grew over the suburbs in all of Sydney. And specifically started in Liverpool around 2002. And so this is the church in Liverpool as we currently see it. Obviously been here for many years. We love being part of the Liverpool city. It's such a diverse city with many different cultures. And we love living in harmony
with all the different cultures. May God bless this beautiful community, and may we all grow together. We look forward to seeing you very soon. Here in our parish, we have approximately 300 families. You know, we cover a lot of the Liverpool LGA. In saying that, we have many services for the different age groups. So for instance, we serve the elderly people, we serve the youth, we serve the young children, we have homeless services. We serve in many different capacities. Our main service is on Sunday, where a lot of the families come, whether young or old, whether they speak the native tongue language of Arabic or English. We serve them both with many different services. خلصنا بالترويقة، صارت وقت الدينر هلا. So, شو جاعت بعد؟ أنا باكل. أنا باكل باكل. Beautiful. ولا هلا رايحين على البركة. دجاجة البركة ومثل اسمها فيها كلها بركة. It's beautiful, it's tasty, it's delicious and authentic. Very excited, it's chicken time! We're here with Father Anthony. Joe's an amazing business in Liverpool. He's been here for what? 20 years. 20 years this year. Help serving us when nobody was bringing chicken. Joe was the first, and he's the best. My name is Joseph Haddad. We've had this business for 20 years. We're from a town called Wadi Zaini in Lebanon. I came here pretty much when I was 7 months old, so I was pretty much born here. And we started this business 20 years ago in Liverpool, where Liverpool was very quiet, very far area. And we've been here for 20 years, and our recipes have always been our own family recipes. My mother, part of it, she came up with a lot of the recipes that we have today. And we've been feeding the masses ever since. احنا بميز دجاجتنا اول شغله بنعملها كثير كثير نظيفه، اول شيء بمحبه، بنحب مثل ما نحن بنحب ناكل بنحب طعم العالم. لما تعمل شغله بمحبه وتسلمها للناس بحب بتنجح الريسبي معك، والحمد لله نحن مشهورين بطيبه اكلنا بنظافته، وقلنا هون شي 20 سنه واكثر. وكل الناس بيقضونا من بعيد، حتى 3 ساعات في منهم بيجوا لحتى ياكلوا عنا. مشهورين كثير بالشيكن برجر، كل استراليا ما في بهالطعمه، هلا بنذوقها وبتشوف. وعندنا كمان لحمه شيكن برجر، وعندنا لحمه كمان برجرز مشهورين، بس اليوم ما رح نقدم لك لانه ما بتاكل ثوم ولا بتاكل بصل. وعندنا مثل ما بتشوف الدجاج، وعندنا الكبه، عندنا سمبوسك، عندنا مقالي مثل باذنجان متبلات نعملها سموكي تيست، وعندنا الحمص كمان مرغوب كثير، والثوم مشهورين في استراليا فيه. وكل شيء شو بدي اعدل لك، اكلات لبنانيه ورز على الدجاج حتى. الاكلات اللبنانيه الاصيله كلها موجوده عندنا. قلبك صحتين. لك شو هالبرجر صحتين. كنت ويت ناطر السكين وبلشت كتير شطت رايلتي شهو بتشهي 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 مزبوط. لازم اخدها واقدشها هيك وشرشر وين ما كان، بس ما بقدر ما فرجيكم جوا شو عم بيصير. اخذت قرار اني اجيب اجدد سكين لقيناه بالمطبخ، نشيل منه الخشبه ونفتح سوا تتشوفوا العجايب اللي جوا. كولسلو كتير كبيس، شقفه دجاج سميكه مع الباتر تبعه والكرانشينس الروعه. This needs a picture. واكيد لكم بيجوا فيها توم اذا بدكم. This is fulfilling.
عبالك؟ And this is the moment of truth. ناطر الدجاجة وقت ما وصلت عبالي شوف هالدجاجة اللي عم تفرط واحدة. No effort needed. من برا اشتريتها حلوة ريحتها رائعة. And it has a very nicely flaky touch to it. فنخد الفخد او very good. تاخذ دجاجة كاملة مثل ما هي نون مارينيتد بس قاعدة على الجريل وعلى الشوي مع ريحة الشوي اللي بقلبها. طلعوا كيف عم تفرط. What a great quality. Enjoy it and go back to work. This is non-sharing material. My name is Robert Katera. We're from Elminia in Lebanon. We've been open for 7 years. The restaurant is called Elminia because we're representing our hometown Elminia. And my dad came from Lebanon when he was around 22 and opened his pizza shop, started from the pizza shop. But now we're opening more restaurants, inshallah, more to come soon, inshallah. نهار طويل نهار طويل وبعد ما تعبنا وبعد ما مكفيين بتعرفوا شو بدها بعد كل هالنهار بدها شوية انرجي شوية فيتامينز وشو رأيكم بكوكتيل شقف او اساي اي فيل ات وصلنا عند بلند Hey guys the name is Imad Imad Almatin Bad Almatin I'm originally from Lebanon obviously from the Shmal we had this concept in mind since, well, we've been open since 2017. It's a concept that we originated, it originated really from Lebanon, obviously, cocktails. But we made our own, we gave it a twist. Most popular cocktails are the chunky blend, the Balba Shaaf, it's got fruit pieces inside of it. And obviously it comes with ashwa, cashew nuts, honey, that sort of stuff. We've got extra toppings, but the usual original thing that people go for is that ashwa and cashew nuts and honey. عنده كوكتيل شقف هون بلند عنده كوكتيل شقف تبع لبنان مش حيالة كوكتيل شقف هيدا الدبل تريبل كوادريبل سايز يا شاطر خلصوا كله اذا فيك بس الطعمة مظبوطة برجعكم على لبنان تاكلوا الافوكا المظبوط القشطة المظبوط ستروبريز بتحط انت عسل قد ما انت بدك بس عنده شغلة مهمة قديش بحب الاساي الاساي عندهم قاسية ما بتقول بتيجي مثل السوفت سيرف مثل ماري كريم وكمان فور مور انجويمنت فيكم تحطوا انتو لوتس او بيسكوف على ذوقكم اذا بدكم اياها ما تكون كتير لايت بدنا نجرب وقفتهم صح ريل لايتلي سويتند اساي مع هول بيطلعوا كتير طيبين بالكعب موز فواكه او حيلا شيء انتم عاملكم تطلبوه
ناد بتعرف نحن من 6 شهور تعرفنا على بعضنا هون عزيت السايد ووك، ووقتها طلعنا بعض قلت لك واو لبناني هالقد بارم هالقد بيعرف هالقد عمل عبالي قضي نهار معك، وبلشناها مصحة حتى نقضي نهار سوا وصار نهار، وما راح يكون اخر مرة لانه بعتقد بعد نعمل نهار واثنين وثلاثة واربعة انا بأكد انه في كتير بزنسز ما قدرنا نشوفهم، في كتير محلات ما قدرنا نعملهم، في كتير يمكن جينات ما قدرنا نشوفهم. وانا لقلي بقول لك ما بنشبع منك and thank you so much لوقتك امبارح ووقتك اليوم، بعرف انت قعدت بلا عائلتك يومين كرمالي هيدا الشيء انا بقدر لك كثير. No thank you very much ونحن would love to show Liverpool to the world and show it to you and inshallah we've all had a great day so thank you very much for your passion about Lebanese culture and making everyone so excited about Lebanon. Thank you so much. Liverpool رح نرجع، Liverpool رح نرجع تنفرج كل الكولتشرز، Liverpool رح نرجع يمكن to attend all the events اللي حكي عنهم ونقدر ناكل اكثر ورجع اكل هندي واكل فيتنامي واكل لبناني وعربي وسوري وعراقي وكلهم سوا. Liverpool هي بارمة العالم بمحل واحد. Very honored, very blessed وان شاء الله نتعامل تقريبا. Thank you. Thank you. And good night. Thank you for watching.